حج هانس. يا مخاوي مالك فيه؟ الحقنا حج هانس، التليفون وقع مني في المجرم في الشباك. شباك؟ شباك يا حج مخاوي، انت هتستهبل ولا ايه؟ بنقول لك يا حج هانس التليفون وقع مني في المجاري. تقول لي مش عارف ايه وقع مني؟ شوف لي التليفون مالك. خد هات يا عم، تلاقيه على السوفت يا حج مخاوي. شوف يا عم، والله يبان عليك ما انت فاهم حاجه. ربنا شفت شفت يا حاج مغالي، مش فزت. ايه فزت اللي انت بتقول لي؟ شفت شفت ايه يا حاج هاني؟ شوف فوش هوش مهم بتطلعوا لي يا حاج هاني. بنقول لك التليفون وقع في المزاري، تقول لي هوش شوف. خلصنا الله يرضى عليك. بس حاج مغالي هو عايز جنابه ب 50 جنيه وان شاء الله هيبقى كويس. جنابه ايه يا عم هاني؟ بنقول لك التليفون وقع مني في المجاري، وانت بتاع جيجم ولا بتاع جلابات؟ بص انا هنركب لك ليس كلينه حاج مغاوري وان شاء الله هيبقى كويس. يا اخي هيقول لي كلينه وهيقول لي جلاب. بنقول لي التليفون وقع في ام المجاري، تقول لي كلينه وجلاب. يا عم صلح لي التليفون الله يرضى عليك. ايه ده حاج مغاوري؟ انا هنديك شاحن اصلي ان شاء الله هيشحن ويبقى كويس ويبقى 100 100 والله. اللي دخل شاحن للمجاري ده انت شكلك هتجيب لي جلطه وانا ماناش ناقد. هات التليفون يا عم انا مات. خلاص خلاص يا حاج مغاوري. بص يا حاج مغاوري، انت تاخده وتوديه التوكيل يا حاج مغاوري عشان الكلام ده مش ماشي معاي. ان شاء الله ينهبك في دماغك.